اكبر اول، يعني كلمني عن مشوارك، قول لي بدأت اشتغلت ازاي، انا في بدأت ازاي. انا في اول سيزون كنت بلعب او طرق كويس قوي، فاكر كانت ايه؟ كابتن منطقه الجيزه. منطقة الجيزة برضو. ما شاء الله. انا اخدت فيها رابع، كنت بلعب مع ناس اكبر مني ساعتها، كنت لسه انت بتصعد 15. كنت لسه بلعب كانت يعني صعبة. اول بطوله ليا تمام 15. صعبة صعبة. وتاني بطوله كنت بلعبها كنت المفروض بقى ايه اكسبها عشان اطلع بريتش، فانا خسرت تاني ماتش عشان كان عندي اصابه، كان عندي اصابه في برضه الخلفيه. يعني طبعا كانت فين، في كتفك ولا فين؟ لا كان فيها خلفيه. في الخلفيه. مع الاصابات بتعطل الاسكواش لعبه عنيفه ايوه جدا جدا. طب ما دول ما توفقتش في البطوله دي، فالرانك بتاعك اتاخر شويه. اتاخر. طيب بعد كده عالجت نفسك والحمد لله رجليك خفت، ايه بقى البطولات اللي خليتك ترجع تاني كده توصل تبقى بطل جمهوريه؟ انا بس يعني بعد كده تعبت بطوله بقى اللي هي المفروض بقى العب فيها حلو عشان اطلع بيها بريتش. انا خدت فيها، خدت فيها في دور الثمانيه دور الثمانية. عشان لسه بقى يعني اصابه لسه طبعا طبعا لسه طبعا موجود. طبعا. بعد كده انا لعبت بريتش، خسرت من السيمي فاينال، خدت رابع بس كنت بلعب وحش يعني ما فاهم. شاء الله. ده انت يعني رابع بريتش اوبن، كانت دي تحت 15 بقى. ايوه بس ما شاء الله. طيب وبعد كده رجعت اشتركت في كذا بطوله، بعد كده رحت وصلت للجمهوريه. ايوه كنت متوقع ان انت تاخد اول جمهوريه؟ ان شاء الله كنت يعني كنت متوقع، بس كنت انا حاسس. بيها كنت بلعب بطولة كاس مصر، بطولة منطقة القاهرة، كنت عملت فيها كاس مصر. اخدتهم الاثنين يعني ما شاء كسبتهم. الله ما شاء الله. طب انت يعني ما شاء الله اكبر فاروق، انت كنت معايا تقريبا من سنه ونص او سنتين، وكان دي احلامك، احلامك ان ايوه انت ايوه تكمل وتطلع وتلعب بريتش اوبن. فاكر لما اتكلمنا ايوه ايوه وقلت ان انا عايز العب وعايز العب بطوله عالم؟ بعد سنه ونص او سنتين انت تقيم ده ازاي؟ انت مبسوط؟ شايف ان انت ماشي صح؟ محتاج تبذل مجهود اكتر؟ ان شاء الله انا ماشي صح يعني، وان شاء الله ادخل بطولة عالم وكسب. طب ايه بقى توجيهات كابتن احمد ليك دايما بتحصل فيه؟ ايه دايما بيوجهك بايه؟ ولا انت، ولا هو من اللعيبه الرجاله الهايله؟ لا هو من اللعيبه طبعا رجاله بصراحه ومجتهد وبيعمل اللي عليه، بس متعب. متعب ايه بقى؟ هو ده لعلمك هو ده هو اه بس هو ده هم هم المتعبين الاثنين اصحاب، اصحاب. هم الاثنين بس بيموتوا بعض في الملعب ويطلع ويجننوني انا بره الملعب. يلعبوا مع ويجننوك بره. ده مش طبيعي يعني. مثلا لو سافرين بطوله، يا ابني نام، يا ابني سيب التليفون، يا ابني مش عارف يا كابتن ثانيه واحده ثانيه واحده، يا ابني احنا مش قاعدين في الحضانه، يا ابني ركز. كده طول بس اليوم. اقول لك يا كابتن، هو بيبقى ساعات اللعيبه المميزه ساعات، يعني انا اتصور ان يحيى ملتزم ممكن شويه، ممكن في لعيبه اللي بيبقى عندهم حته السوبر انرجي شويه بتلاقيه عندهم السوبر انرجي ده في المخ برضه. ده حقيقي. فبتلاقي شويه اللي الفولت ده عالي حقيقي. شويه. طب قول لي يا فاروق، يعني اللي جاي ايه بقى؟ انت بتفكر ايه في اللي جاي؟ عايز تعمل ايه؟ قول لي. احنا بنعمل كشف ان شاء حساب. الله يعني انا بفكر بتوت اطلع بتوت عالم ناشئين. طب دي التأهل ليها ازاي؟ قول لي. بس انا لسه لعب تصفيات بتوت عالم ناشئين وكنت بلعب مع يحيى. بتطلع مع ايه؟ مع الاتحاد.